شاهد حرب دمرته. نظارتي انكسرت ب 4.5 ريال عشان اغني لك. الله اكبر، في خبر مو حلو. هذا الفلوق برعايه ميشلان فرع ينبع. تحتاج خدمه لسيارتك بجوده عاليه؟ مالك غير ميشلان. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. أنا الآن متواجد في جدة، وقفت السيارة ومنتظر أستاذ بكر أزهر. أستاذ بكر غني عن التعريف، إعلامي قدير في مجال السيارات ما شاء الله تبارك الله، من مجلة سعودي أوتو، فمنتظره بيمرني وبعدها أطلع معه وإن شاء الله على المطار. لا لا لا، الرحلة المرة هذه غير. هنا عراب إعلامي السيارات، هنا كينج البي ار. شوف مين وصل يا باري، خالد أزير منور. لا والله، لا 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 لا، هتسوي لنا كده أغنية جديدة على الرحلة هذه إلى بيروت. إلى بيروت. إلى بيروت. هلا والله. طيب هذه هي الطائرة. الحمد لله، الآن على متن الطائرة جالس أنتج. الآن وقت الغداء، احنا الآن فوق الأراضي السورية، الآن فوق بحر الأبيض المتوسط، وهنا بيروت زي ما تشايفين. الآن بنهبط إن شاء الله زي ما تشايفين على البحر المطار. الجميل في الموضوع الوقت هنا نفس توقيت المملكة العربية السعودية، يعني ما حتتعب في التوقيت. هذا هو المطار تبعهم، وهذا شكل المبنى. الحمد لله. السلام يا أبو جميل. ابو جميل يسوي رياضه. هلا والله، وصلنا بيروت. الاجواء هنا عاديه، يعني لا انها بارده ولا شيء، بس انه ايش، لازم انا في كل سفره اخذ ذكريات. المهم نظارتي انكسرت، ابشركم يعني حنتشمس من شمس بيروت. هذا شكل المطار من الخارج. ادفع فلوس عشان صوتي مره جميل. هيا طيب يلا. كم عندك؟ 4.5. كيف كذا؟ ما افهم بالالغاز ترى. 4.5 ريال عشان اغني لك. اوف، ايش بقيت؟ عندي 5 ريال صافي. خلاص يلا يلا هات. لكان قلب ما يسد. الله. اينما اري وتغرد حمام. ذكرني باصحابي. الله، ذكرني بشاقي بالسان الغرام ويا منياتي. ايوه، هذا الداون تاون تبع بيروت. هذا الداون تاون؟ يس. فيروز انا هون. انت عندكم فيروز ولا فين فيروز؟ عندك مين فيروز؟ وصلنا الفندق. هلا والله، الحمد لله على سلامتنا. وصلنا وين زي ما شايفين سيارات ام جي. باذن الله بكره حنفوت تست درايف ونعطيكم الانطباع. ما شاء الله تبارك الله، شايفين الفندق. هذا الشنطه اول مره تسافر. ايش هذا؟ ورد. يلمعون الجزء. شوف اوكي. هنا اظن التيشيرت والبرنامج. تقول لي يا خالد فاصلين؟ ما تغير الموضوع والله، ما تفسح السناب المقطع اللي قبل. خلاص ابشر ابشر ابشر. انا دحين سويت شيك اوت، سوينا احنا شيك اوت. يلا متحمس مره، روح ارقد ارقد. ايش اللي يبغى لك ترقد؟ سهران تقول لي امس بالطياره. نايم لي بالطياره كمان، تلوم انا؟ خليناك تنام يا اخي، خفنا عليك. والله سحب عليه بالطياره. لا والله احنا قلنا انت خوي سفر. لا يا اخي مو كذا، قلنا خلي المسكين يرتاح. الله يعطيك العافيه، ما قصرت حبيبي، ظلمتكم انا اسف. ما شاء الله الفندق مرتب، ان شاء الله الغرف اهم شيء، الغرف، لان بعض الفنادق ما شاء الله شكلها كان ما تلاقي غرف. الله اكبر. انا هو ولا مو هو؟ هو ولا مو هو؟ هلا والله، منورين شباب دبي. هلا كريم، اخيرا نور. شايف نورك سبحان والله. هذه رحلتي الثانية والله، رحلة دولية ما شاء الله. المرة الأولى صدت صهيب ما شاء الله، المرة الثانية كريم والله. المشكلة أنا كذا قلت هو ولا واحد جباله. يعطيك العافية، تشرفت فيك والله. الآن استلمنا الغرفة، مستر جاك ساعدنا الله يعطيه العافية. هذه الغرفة، أوه ما شاء الله تبارك الله، أوه ما شاء الله تبارك الله. الآن المباني هذه كاملة تبع الفندق. هنا المسبح، ها؟ وهناك البحر الأبيض المتوسط. يا سلام. الجو معتدل، يعني لا بارد ولا حار. ها
هلا والله. طيب ايش رايكم باللوك الان؟ خلاص بعد ما اخذنا كذا راح ما راحت مين كلها طقطق على اللابتوب. شوف في حركه هنا، شوف ده. صراحه انطباع شخصي حد الان على البلد عاجبني، يعني ما شاء الله حيوي وفي حركه. انا احب الاجواء اللي زي كذا، ما احب الاجواء الهادئه كذا. يعني انا هنا جالس في المكان ده مستمتع بالمنظر، الاجواء ما في رطوبه هذا اهم شيء، ودرجه الحراره عاديه جدا، لا بارده ولا شيء. انا احتياطا لابس هنا لبس شتوي وخفيف. يا هلا والله. طيب خلاص الحمد لله عبينا البطن بالعافيه علينا. صراحه الشباب هناك مولعين، فصراحة مرة مستمتع، الأجواء مرة ممتعة هنا. صباح الخير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. من بيروت لثاني يوم إن شاء الله بإذن الله حنطلع بعد شوية تيست درايف، تقريبا أكثر من 20 سيارة. وين زي ما شايفين، شوفوا اليخوت والقوارب على طول بحر قدامك. طبعا كالعادة أخوكم في الله متأخر، أنا مفروض أجي المطعم هنا الساعة 8، الآن الساعة 9 تماما، يعني راح عليه الفطور إن شاء الله لاحق. طبعا كموعد للإفطار لسه الفطور باقي، لكن إيش إحنا كمواعيدنا خلاص الوقت قد انتهى. شوفوا لو تلاحظون هذا المبنى إيش مكتوب عليه، يبقى هذا المعلم السياحي العريق شاهد حرب دمرته. أخ ما شاء الله تبارك الله، جمال الطبيعة. أنا أكثر شيء أنا عجبني استغلالهم للجبل، استغلال تام. شوف هنا طابور، طابور سيارات ام جي اتش اس. يا سلام سلم. شوف هنا مسوين زي حلبة. ايش اسم المنطقة هذه أستاذي؟ باروك. الأمن الله يعطيهم العافية، من صباح الله خير هم معانا، ما قصروا بيض الله وجيهم. هنا التجمع زي ما انتم شايفين. وبسم الله الآن نبدأ تجربتنا وتوكلنا على الله. أهلا. هلا الكابتن المرافق. هلا 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 والله. اوكي ماشي. طيب الآن وصلنا النقطة الثالثة، هنا بنتغدى. هون حنتعشى هلا. مدينة جميلة ورايقة، طبيعة يا أخي الطبيعة هنا تفتح النفس ما شاء الله تبارك الله. المهم جايين هنا إن شاء الله بنغطي لكم سيارتين. السيارة الأولى RX 8 موديل 2020 الجديدة كليا. السيارة الثانية هذه السيارة يا أخي، أتكلم عن التصميم ولا أتكلم عن التقنيات ولا أتكلم عن المواصفات ولا أتكلم عن الأسعار؟ يعني صراحة شيء مجنون مجنون مجنون. ما صورت لكم RX 8 كثير وما ركزت على السيارة هذه لأسباب. أول شيء أنا السيارة هذه غطيتها بشكل كامل يوم التدشين، حلو؟ اليوم حنخوض تجربة قيادة وآخر اليوم حنعطيكم الانطباع. أكثر شيء ركزت على HS لأن السيارة هذه بتجينا جديدة بالكامل. طبعا السيارة هذه تعتبر أكبر سيارة بعائلة MG ذات 7 ركاب كداخليا. السيارة مستخدمين فيها بنسبة 80% مواد ناعمة مثل هالجلود مثلا، تمام، ومثل الباب وتصميم الباب، وأيضا عندنا تخشيبة وسماعات وحركات ولمسات كروم في كل مكان، صراحة لمسات من الفخامة. الشركة اللي صممت الداخلية والمواد المستخدمة كلها من شركة ألمانية متخصصة في هالمجال وعندهم خبرة أكثر من 100 سنة. وكمساحة داخلية السيارة هذه تعتبر أكبر من ناحية المساحة بين منافسينها، وأيضا أكبر مساحة كصف ثالث بين منافسينها. شوف هنا في اضاءات LED. طبعا احنا صفطنا المراتب الخلفيه هنا. شوف هنا اول صورت لكم كل شيء، هنا التخشيبه، هنا كوب هولدرز، هنا منطقه التخزين، واحلى شيء ملبس بقطيف.
يا اخي ما شاء الله تبارك الله، الام جي ابدع صراحه. وبعدين عندنا هنا التكييف الخلفي مستقل، تقدر تتحكم بدرجه الحراره، تقدر تتحكم بدفع الهواء، وايضا فيها اوتو. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، عندنا فيش 230 فولت، وهنا عندنا مخرج USB لشحن الجوالات، وهنا عشان تنقية الهواء. بالنسبة للمسند الوسطي زي ما انتم شايفين تفتح بالطريقة هذه. طيب هذا شكل المفتاح. طبعا السيارة دفع رباعي. اوكي. الجير اوتوماتيكي بست سرعات. هنا وضعيات القيادة سواء الاوتو او القيادة في الثلوج في الجبال. هنا تتحكم بالدفع، قوة الدفع. هنا الوضعية الرياضية. هنا فصل مانع الانزلاق. هنا فتح الشنطة، طبعا الشنطة تفتح كهربائيا. هنا عندنا وضعية الايكو، وهنا عندنا زر تفعل ميزة ايقاف المحرك اثناء ايقاف السيارة. هنا اوتو هولد، هنا بريك الالكتروني. المنطقة هنا فيه لمسات من التخشيبة، وايضا في الشاحن الوايرلس. تمام. هنا التحكم بالتكييف. هنا الشاشة تدعم اللمس، أبل كار بلاي، أندرويد أوتو، لمسات من الجلد، ربر. هذا شكل الطبلون. في شاشة وسطية وفي عدادات تقليدية. شوفوا فتحة السقف البانورامية عملاقة جدا. صراحة فكرة ان وجود فتحة التكييف هنا في السقف مرة مميزة، يعني حيث انيش الهواء يجيك في وجهك على طول. طيب زي ما تشايفين هذه النظارة، هو من حالة السيارة عم تشتغل. هذا النظام المساعدة في النزول المنحدرات. وصدفة جميلة انه ماشيين والدنيا بتمطر وشوارع زلقة. يعني انت ما تستخدم فرامل للسيارة تمسك نفسها؟ ها؟ ماشي ماشي عادي. والله ابدع ام جي، ابدع. والله بدأت الأمطار تهطل بغزارة. شوف هنا كارفور، فوكس موفي. والله خلاص وصلنا الفندق. هذا الفندق اللي احنا ساكنين فيه، وهذا الشارع. سانا في هالمطعم ايش؟ مندولين؟ مندولين. والله أخيرا بناكل الأكل اللبناني الأصيل. أخيرا. طيب الحمد لله تحشينا كل شيء، صراحة كان عشاء جميل جدا، وأخيرا أكلنا الأكل اللبناني، والآن جالس أمنتج في هالمكان الجميل. في بلكونة وفي كل شيء، بس مشكلة البلكونة هناك تكتمك الروائح. واو، هواء بارد. هلا يا هلا والله، في خبر مو حلو. طبعا انا عندي جوالين، ايفون والنوت، جلاكسي نوت. النوت ما ادري وين حطيته بصراحه، النفسيه مره سيئه. يعني انا رحلتي بعد العصر، يعني بعد الظهر راح اخرج من الفندق، والله ما ادري كيف. كل التصوير صورت من هنا لان كاميرتي خربانه، واوزمو اكشن ما اعتمد عليها في تصوير الفوتوغرافي والتصوير الثابت. فالتصوير الثابت كنت اعتمد من النوت، لان ما شاء الله تصوير النوت كان جميل. ولكن الحمد لله على كل حال، الى ما تجي الرحله لقينا الجوال خير وبركه، ما لقينا خلاص الله يعوض. الحمد لله على كل حال، ان شاء الله ان انا ما نسيت شيء هنا كمان. طيب على بال ما يجي التاكسي تقريبا يبغى له ساعه، ف نكمل مونتاج هنا في اللوبي. هلا والله. طيب ركبنا الطيارة ودعنا بيروت. وهلا والله، الحمد لله على سلامتنا وصلنا جدة. ملاحظين النافورة؟ شوف هناك النافورة.